السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن شاء الله النهاردة معانا ماتور غسالة عادية، ماتور نوع تركي شغال على جلب. طبعا اللي شغال على جلب أكثر من نوع، في ماتور الإنجليزي شغال على جلب، الجلبة بتوسع أو العمود بيتآكل. طبعا العمود معانا كويس، الجلبة هي اللي فيها مشكلة وسعت على الوش. الوش فيه لبة، تحصل لبة في الوش بين العمود والجلبة، فالماتور بيزن معانا ما بيشتغلش، ولو اشتغل بيعمل كركرة في الماتور، فالماتور ما ينفعش امبيره يعلى ويسخن. طبعا الحل ان احنا هنشتغل جلبة، هنركب شيميز مكان الجلبة، هنروح المخرطة. طبعا هنشتغل على بليس 3202، هنودي الماتور المخرطة. طبعا الخراط عارف بيعمل ايه، بياكل من الموبينة على مقاس البلية وبيركب لنا شيميز في وش الماتور. بعد ما خلصنا هنيجي نجمع الماتور، ندخل البلية وندق عليها بحاجة مسورة بحيث مش تدق او تكسر معانا الظرف الداخلي، او اسف الظرف الخارجي. هنركب الوش اللي بالخلف، نظبط مسامرنا وهنركب. طبعا احنا عملنا شيميز للماتور الوش اللي قدام، الوش اللي ورا او اللي بالخلف كويس مفهوش مشكلة، الجلبة شغالة كويس مش في مشاكل. في المشكلة معانا في الجلبة اللي قدام، هنربط مسامرنا طبعا في الاول هيبقى تقيل معانا شوية، والتوجل دي شيء طبيعي لعند لما يطبع الماتور يطبع معانا. نربط مسمارين قصاد بعض وهنيجي نجرب. طبعا هو محمل معانا شيء طبيعي زي ما قلنا. هنيجي نجرب وهنقيس الامبير
وهنشوف معانا الامبير عامل ايه. طبعا جاري معانا اتجاه 2 امبير وواحد 3 امبير. امبير الماتور 3.3، 3.3 في حالة التحميل، فجاري معانا امبير كويس مفهوش مشكلة بإذن الله. هنمسك صنفرة وناقل من العمود بحيث ان الطنبورة تنزل كويس في العمود. زي ما قلنا الامبير 3.3 وهو جاري معانا 3 امبير وبدأ يخف معانا وينخفض معانا. ركب الطنبورة زي ما بندي المعلومة ومنبخلش عليكم بأي شيء. نرجو من سيادتكم الدعم والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.